هو الكليب مختلف عن الفترة اللي فاتت، احنا رجعنا الاناليك مظبوط، واللي هي الحاجات اللي كنا بجد اللي هي دخلت او عرفت الناس سامو زين في مصر. مظبوط، يعني انا فاكر الاناليك دي كانت عاملة ضجة كبيرة جدا وقربي ليا. مظبوط، فكان انا حسيت في الالبوم ده انك رجعت تاني سامو زين بتاع زمان. يعني حبيت ارجع للشكل الناس اللي حبتني فيه من الاول، عشان كده انا سميته النهاية. كنت سايب المرحلة الأخيرة دي لوقت معين إن أنا أقدمه فيها، فتكون مسك الختام للألبومات بالنسبة لي. والسينجلز ده انتشار أنت بتقدمه بفكر اللي أنت على نفسك فيه تعمله، تعمل شكل موسيقي ده، بس الألبوم ده لازم يكون عندك يعني تصور مختلف في المزيكا اللي أنت بتعملها. فحبيت برضو التصوير يكون قريب أو من الجو بتاع زمان. بالضبط. طيب ده الألبوم، سامو زين كمطرب وكنجم في مجال المزيكا في الوطن العربي، شايف حال المزيكا او الدنيا بقت عامله ازاي في سوق الغنى وسوق المزيكا الفتره الاخيره؟ تعبان جدا بأمان، علشان عده اسباب. يعني تعبان علشان اول حاجه الفكر الموجود الفني دلوقتي، مفيش عندنا دعم للمستمع على السوشيال ميديا او على الحقوق الملكيه، او ما عندناش الفكر بقت دلوقتي عند المستمع انه انا ازاي احرص على ملكيتي اللي انا بتعب فيها دي سنتين ونص. ما عندكش منتج انت بقى دلوقتي يصرف كل المصاريف دي، تقول له انا عايز اصور والله في المكان الفلاني، فانا بقدم فن لمليار بني ادم بيسمعك. مليار بني ادم بيسمعك، لو انت حسبت مليار دفعوا سنت واحد سمعك، انت هتعمل 100 مليون طبعا. فانت كل شركات الانتاج هتجري انها تشتغل وتنتج وتدفع لك فلوس كبيره وتقوي المزيكا تخليها عالميه، بالذات ان انت عندك دلوقتي السوشيال ميديا موصلك لابعد الحدود كفنان لكل مكان في الدنيا. بس المشكله انت ما عندكش كل الكلام ده. وطبعا حاجات كتير، الامور اللي داخله علينا احنا الوطن العربي كلها دي، التغيرات الاقتصاديه والتغيرات الفكريه من حروب الى بعيد عن الحروب وعن الحاجات دي، فالناس فكرها كلها مختلف تماما على جوايز. انا عايز اتجوز ولا اجيب فنان ولا ما اسمع ولا اشتري البوم ولا اشتري مذاكره ولا اروح اصيف ولا اكل واشرب ولا اعمل اي حاجه. الموضوع مختلف في الوطن العربي كله او نيرلي في العالم على فكره، احنا مش بس يعني اتكلم في مصر ولا بلدنا ولا سوريا ولا لبنان ولا الخليج، في كل دول العالم على فكره، بس تختلف الموازنه. في طريقه اصلا لحمايه الالبومز او الاغاني من القرصنه؟ يعني انا شايف ان هم حاولوا في ده كتير وما عرفوش. ما عملوش اصلا، ما حاولوش اصلا، ما حدش حاول، عشان انت عندك مش انت ما تعرفش تعمل كده في دبي ولا في السعوديه. هم عندهم منظومه الكترونيه محافظه على الكلام ده كله. احنا يعني ينفع نعمل كده؟ طبعا ينفع، هي عايز لها مصاريف عشان تعمل دي، وعايز لها. وكتير من المنتجين الكبار اللي اولهم طبعا الاستاذ محسن جابر عرض عليه، قال لهم انا هعمل ده على حسابي بس نمسك الموضوع ده كله. طبعا الكلام ده بقاله كتير جدا بيتحاولوا فيه، بقاله فتره كبيره ما تعملش وحتى جري فيه طبعا ايمن بهجت قمار وعمرو مصطفى، كلنا كفنانين جرينا وراه، لانه ده في النهايه لينا احنا كفنانين. انت عايز الصناعه تستمر، انت عمرك ما تعرف تعمل كده بره. ممكن تلاقي قرصنه سيديات، بس قرصنه انترنت صعبه جدا ومحدش بيشتري سيديات دلوقتي خالص. طب كمنتج بقى، كلمني عن سامو زين كمنتج، انتجت الكام اسم؟ صعب عليا قوي، كبيره قوي كلمه منتج دي يا ابو حميد. والله انت هو ده الواقع والله. يعني انت عندك شركه انتاج، دعمت اصوات حلوه، زي فنانين، هم فنانين، اعتقد شيرين يحيى مظبوط، في زهور، اسلام، محمد شحاته، واحد مغربي اسمه عبد الكريم الجليلي. طب كل ده مش منتج؟ 12 مطرب. وانا فكره اني انا اعمل بزنس انتاجي، ده بالنسبه لي بزنس مش منتج. بعمل كونسبت معين بالنسبه لي واستفيد منه كدعما للفنان ده، انه يكون لي ستيب جديده من غير الفشل اللي احنا بنعمله، او خبره انا اكتسبتها من الفن بتاعي، وبعد كده بقدم بزنس. فبقول لهم يا جماعه احنا برضو ممكن نكسب على فكره من الفن، يعني من المزيكا اللي احنا بنعملها. المطربين برضو لسه ليهم مسيره جديده في الفن، ممكن نكسب منهم برضو. وفعلا ده اللي حصل معايا، انا كسبت من كل فنان كويس جدا. فعلا طبعا اداريا كسبت منهم، اداريا جدا كويس جدا. ليه؟ لان كنت فكر عند الفنان مش كلمه اغنيه، هي اداره الفنان ازاي انت تديره، ازاي انت تشتغل له صح، ازاي انت تقدم له السوق صح، ازاي تعمل له كليب كويس، زي ما انا عملت مع رشاد. لازم ابعد شويه عن رشاد لفكر مختلف. شيرين عملت لها ثلاث اغنيات مصورين ونجحوا. هي فكره شيرين بي 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 عبده الفتوه ودورها
هي دي كانت النجاح او البيك بتاع شيرين انه تنقل الى منطقه ثانيه بعدين اغنيه مستر كارنس. بس والاثنين من صناعتك انت او من انتاجك او افكارك. يعني مش عايز اقول كده، بقول انه الحمد لله كان ليا دور بعد ربنا الحمد لله، انه انا اخاف عليهم كاخواتي الصغيرين، وان انا اديهم على الخبره اللي انا اخذتها في حياتي واعمل لهم ده، ودي حاجه كويسه بالنسبه لي. لسه معاك؟ انا عندي كتير. لا انا عملت، هقول لك اللي حصل. عشان كتير قوي اول مره اتكلم، انت عارف يا احمد انا قليل بمقابلاتي في الصحفيه، او يمكن ما بطلعش خالص اتكلم يعني. الحقيقه انا طول فتره السنتين اللي فاتوا دول ركزت قوي في الشركه عندي، في الاداره بتاعه الفنانين اللي عندي وكل حاجه، والحمد لله لقيت نجاح او حتى مردود مادي. نسيت انا سامو شويه، فبدات اركز في البيزنس والنجاح بتاعه، فبدات انا ايه احس نفسي انه انا يعني في برضو عند الجمهور واجب ان انا اركز فيه تاني، اركز في سامو، اركز في اغانيه، اركز في شغله اللي لازم يتقدم. قلت لهم يا جماعه انا يعني انا قدمت لكم خطوه، انا مش منتج، عملت لكم خطوه كويسه جدا، فانا اعتقد انه انا خلاص هنا ده النقطه اللي انا وصلت لها، وما ينفعش اني اكمل فيها اكتر من كده. يمكن بعد كده اكمل فيها لاني خلاص عرفت الخطوات بتاعتها كويس جدا ودرستها كويس، بس الوقت الحالي انا مركز على سامو لانه الجمهور ليه حقيقه عندي كبيره جدا في حياتي. بس اللي بيعمل اللي انت عملته ده مع فنانين صغيرين بيبقى مضيهم عقود احتكار وما بيرضاش يسيبهم وفي حاجات كده يعني. ما عنديش، عمري ما كان عندي الكلام ده ابدا، طول عمره عندي عقد بتاعهم، بقول لهم يا جماعه العقد في الدرج، اي واحد فيكم عايز يجي زي ظهور، جات لي ظهور قالت لي انا ممكن عادي رايحه دبي، اتفضلي يا حبيبتي، لبن بند جزائي ليه حق هاخده منك وامشي، لا عايز منك حق زياده ولا نوصل، لان انا فنان. ما تحبش حد يعمل كده معاك خالص. انا فنان الحمد لله بشتغل، يعني صحيح ده اخر البوم او انتهى العقد بيني وبين الاستاذ محسن خلاص او قناه مزيكا وكل العاملين، بشكرهم على 11 سنه الحمد لله، عمرنا في حياتنا ما كان في مشكله، يمكن انا المده الاطول في تاريخ مزيكا كلها. صح. عمرنا ما عملنا مشكله مع بعض، دايما في تفاهم وفي احترام، عارف التزاماتي كويس، وعلمت ده الكلام ده، اتعلمته الكلام ده انا، وعلمته للفنانين اللي انا بشتغل معاهم انه انا مش بتاع مشاكل، وانا فنان ما برضاش على نفسي، اكيد مش هرضى عليك، مش عايز مشاكل، اعمل التزاماتك معايا وانا اديك التزامات.